الكاستينغ تيكون باغفوا مهم اكثر من لو سيناريو. فكاينين الافلام الكبار تيكون فيهم دي سيناريو اللي لهم وديجا يعني عارفينهم ماشي شي حاجه جديده، تتكون مبدله شي حاجه هكذا بليز او موان، مي سي ميم ايدي. نرجع نشوفو باغ اكزومبل الجوكر او لا باتمان، سي نفس الفكره، نفس الهيت، نفس القصه. حنا عارفين جوكر، حنا عارفين باتمان، ولكن هما تيلعبوا دائما على لينوفاسيون. يعني غتلقى هذا باتمان ما تيشبهش الباتمان الاخر، وكلهم عندهم واحد البوان كومون تيتشابهوا فيه. بيان سور هنا فين تيجي الدور ديال الكاستينغ. دونك ماشي اي واحد يقدر يمثل واحد الدور، فالكاستينغ تيقدر يبين لينا شكون هو هاد لاكتور هذا اللي غايجي معاه الدور. والكاستينغ اللي الناس ما عارفينش راه ماشي واش كتعرف تمثل صافي، انت واعرف تمثل هاك الدور. ميم ديكابريو كاينين ادوار اللي ما يصلحوش ليه، واخا هو ممثل كبير وتمثل مزيان، هادشي ما تعنيش انه اي دور غيصلح ليه.